مكسب يرجع فيوتشر للمسار الصحيح وطريق الانتصارات مره ثانيه. شايف النهارده ان هم محتاجين المكسب اكتر من البنك الاهلي بعض الشيء، يعني نتيجه للقاءات القليله الماضيه اللي قبل الماتش. دي حقيقه، يعني فيوتشر زي ما احنا اتكلمنا قبل الاستوديو هم بقالهم 3 ماتشات في الدوري على التوالي ما بيكسبوش بعد ما ضمنوا مكانهم في الكونفدراليه وخلاص كسبوا كاس الرابطه. فالمكسب كان ممكن نقول ان هم كانوا دخلوا في حاله زي ما نقول حاله من التوهان شويه، لو انت احنا اللي وصلنا له ده نستحقه او ما نستحقوش او الكلام ده كله. مكسب النهارده يرجعهم مره تانية على الطريق الصح ويقولوا ويقدروا ان هم يثبتوا لنفسهم ويثبتوا حتى للي بيتابع الدوري المصري ان لا، الفرقه تستحق المكان اللي هي موجوده فيها في المركز الرابع، يستحق ان هم يشاركوا في الكونفدراليه في الموسم الجاي. يعني احنا لو جينا شفناهم مع الانديه اللي موجوده يعني تحتيهم في الجدول، لا هم اللي يستحقوا اللي كانوا موجودين في المركز الرابع كتوتال موسم يعني في لغايه دلوقتي. فالفرقه المكسبه النهارده مهم جدا، مش هيفرق قوي مع البنك الاهلي زي ما قلنا ان هم خلاص ضمنوا ان هم قاعدين في الدوري، مفيش منافسه على مركز مؤهل خاص، المركز اتحسمت، فمش هيفرق قوي. بس هيفرق مع فيوتشر فيما هو قادم، مش فيما تفكر الموسم، لا اللي بعد الموسم، بعد كده الاستعدادات للموسم الجديد. وليه لا ما يعلوش الطموح بتاعهم زي ما جور قال ان احنا يخش بعد كده، لا انا ممكن اكسب انافس على الدوري، لا او ما قدرتش انافس على الدوري طب اخش انافس على الكاس، انا كسبت كاس الرابطه فايه المشكله ان انا اخش انافس على الكاس وان انا اقدر اكسب، وخصوصا ان انا عندي العناصر اللي تاهلني لكده سواء لاعبين او حتى مدير فني، وعندي الامكانيات اللي بتسمح لي ان انا اشتري اللعيبه اللي ادعم بيها المراكز اللي عندي فيها نواقص. فالامكانيات متاحه واللعيبه موجوده ومدرب عنده خبرات في الدوري ومستوى الفكري بيتقدم موسم عن التاني، فمفيش يعني المكسب هيرجعهم. في نفس الوقت مفيش مشكله ان الموسم الجاي نشوفهم موجودين بينافسوا على بطوله مع بعض التدعيمات بالظبط.